عودة مرة أخرى إلى ضيفي من برلين، تقادم الخطيب، تقادم، ما الذي يخيف النظام أو حتى إعلام النظام إذا صح هذا التعبير من فكرة الدعوة ل يعني رفض الانتخابات الرئاسية وعدم النزول فيها، حتى يعني تخوفوا قبل ذلك من عبد المنعم أبو الفتوح والحركة المدنية، واليوم حتى من مجرد صفحة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أنا كما قلت من قبل يعني في لقاءات متعددة معكم ومع غيركم أن هناك ثمة إشكالية حقيقية تعرض لها الرئيس الحالي في مصر أو المنتهي ولايته، وأنه يعني هناك حالة من يعني عدم التوافق من الدولة العميقة تجاهه، وبالتالي الآلة التنفيذية التي تقوم له بعملية تزوير الانتخابات وهو يعني الذي كان فيما قبل يعني الحزب الوطني، ويعني هو غير موجود الآن في يد الرئيس المنتهي ولايته، لأنه في النهاية يعني ليس له قاعدة حزبية حقيقية، هو يحكم من خلال الأجهزة الأمنية وخاصة الجهاز الذي كان يعني يتولاه حينما كان رئيسا له في وعضوا في المجلس العسكري ثم بعد ذلك وزيرا للدفاع. وبالتالي يعني عدم قدرته على هذه المسألة معناه عدم القدرة على الحشد، وبالتالي إذا لم يكن هناك ثمة حشد حقيقي هذا معناه أن الانتخابات فارغة، أن هناك شبه نوع من المقاطعة السلبية. ثانيا، الذين دعوا الانتخابات فيما يتعلق بالحركة المدنية الديمقراطية حتى في مصر، أما في مراجع ضد جماعة الإخوان وغير ذلك يعني، فأنا أعتقد أن هذه الأسطوانة موجودة وسوف تتكرر وغير ذلك، ويرد عليها أعضاء الإخوان المسلمين يعني في المقام الأول. لكن يعني هذا معناه كما قلت أن النظام يخاف من هذه النقطة، لا يريد أن يكون هناك أي تكتلات سياسية تعبر عن رأيها، لا يريد أن يكون هناك أي نوع من الممارسة السياسية. هناك نوع من الحجر كما قلت على الممارسات السياسية الحقيقية حتى من قبل الأحزاب الشرعية، لأنه في النهاية المقاطعة فيها الأساس هي يعني رد فعل سياسي وهي رأي سياسي يعني يتخذه من يشاء ويعني يتبناه من يشاء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن يعني وأعتقد أنه سؤال مهم جدا، إذا ما كانت الأحزاب السياسية الشرعية في مصر لا تستطيع أن تمارس السياسة، من الذي سيمارس السياسة؟ هذا سؤال يجب أن نضعه في الحسبان. مصادرة المجال العام بهذه القوة وبهذه الطريقة يغلق أبواب التغيير السلمي في مصر. ماذا يريد النظام من هذه النقطة؟ من الذي سيمارس السياسة؟ هل يسعى النظام إلى أن يكون هناك تغييرا بالعنف لكي يستفيد هو من بقائه ووجوده في هذه النقطة ويدفع إلى سيناريوهات متعددة يعني داخل مصر حتى يستفيد منها؟ هذا سؤال مهم يجب أن نطرحه الآن فيما يتعلق بمسألة من الذي يمارس السياسة إذا ما كانت الأحزاب السياسية الشرعية التي معترف بها قانونيا ودستوريا غير قادرة على ممارسة السياسة. نعم. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نطرحها ويجب أن نعرف الإجابة عنها. تقادم الخطيب الباحث في جامعة برلين الحرة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. أستاذ محمود، الفكرة اللي بيتحدث عنها الأستاذ تقادم الخطيب أن السياسة تم إغلاقها، تشويه المعارضين، سجنهم يعني والتعريض بهم بشكل أو بآخر وآخرهم عبد المنعم الفتوح، ده يعني ببساطة شديدة أن عبد الفتاح السيسي اختار طريق القذافي، طريق علي عبد الله صالح، أن هو الطريق الذي شاء من شاء وأبى من أبى سينتهي بدماء، دماء من؟ هو ما سيحدده المستقبل، ما رأيك في هذا؟ لا أنا رأيي دي سيناريوهات يعني الناس اليأسة يعني هي ما زالت بتتمنى الدم، حتى لو هي بتحاول تقدم من تمني على إنه نصيحة أو على إنه توقع، لكن هم يتمنوا. لا هم ما بيتمنوش، هم شايفين إن عبد الفتاح السيسي هو من وضع الناس أمام هذا الخيار، لا خيارات أخرى، هو الراجل بيقفل الأحزاب السلمية والشخصيات السلمية. والله العظيم عمي، والله العظيم عمي وما بيشوفوش، والله العظيم عمي وما بيشوفوش. طيب خلينا بدون ان احنا نسيء لاحد يا محمود، عشان انت نفسك ما بتحبش حد يسيء اليك. البصيره السياسيه، البصيره السياسيه غائبه عن هؤلاء، وهم دول اللي غرقوا البلد، ودول اي كلام لهم اللي حضرتك بتستشهد بيه كلام لا يساوي اكتر من كلام، يعني لا يساوي شيء. ما هو القذافي كان بيقول كده يا محمود، القذافي كان بيقول كده ان المساله خلصت وما وبتاع، وعلي عبد الله صالح في الاخر من اربع سنين وانا قاعد يا استاذ احمد، من اربع سنين وانا قاعد في استوديو الجزيره قلت لحضرتك انه مصر ستكون مقبره جماعه الاخوان المسلمين، وانا بقول طب ما هي لو كانت مقبره جماعه الاخوان المسلمين هم خايفين من الاخوان ليه؟ يعني قاعده مذيعه بتطلع تقول ده هيوقفوا الانتخابات الرئاسيه، بيعلنوا مقاطعه الانتخابات، طب هم بقت مقبره الاخوان يعني خايفين منهم ليه؟ يعني هم المذيعين دول، المذيعين دول جزء انا وصفته قبل كده كذا مره على قناتكم انه ده اعلام منفلت، واضيف كمان انه انا اعتقد انه ده اعلام بيغيب الناس
وانه مصيره الى زوال زي كل المعارضه، زي كل الحاجات اللي بتختفي. يعني هينتهي او هيطلع طبقه جديده وناس جديده، مساله وقت مش هتطول خالص كمان. شكرا. ربما بعد الانتخابات الرئاسيه الناس دي حضرتك مش هتشوفها، لكن في كل الاحوال انا في رايي انه لان هم ما عندهم خواء سياسي فهم لازم يخترعوا هوا يتكلموا بيه، فيتكلموا عن الاخوان المسلمين. انما انا في رايي انه جماعه الاخوان اضعف من ان احنا نتكلم عنها، وانه في مسار سياسي هم لسه حتى نفسهم مش مدركينه، ولكن بيخدموا على حاجات عشان دي نهايتهم هم كمان. محمود يعني. ابراهيم نائب رئيس مركز الاتحاديه للدراسات، كنت معي عبر سكايب من القاهره، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، حصلت الجزيره مباشره على رساله مسربه من المتهمين في القضيه المعروفه اعلاميا بغرفه عمليات رابعه العدويه، والتي يحاكم فيها عدد من قيادات جماعه الاخوان المسلمين. تضمنت الرساله مطالب وجهها المتهمون لهيئه المحكمه، ورفض المستشار حسن فريدة السماح لهم بتلاوتها أو حتى تقديمها مكتوبة. أهم ما ورد في من مطالب كان هو التحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلبة الذي يحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث كاملة، ويعد الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وهو القرص المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة وغير ممنتجة. فلنشاهد. ضرورة عرض الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة وهو القرص الصلب المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة وغير ممنتجة وفي تتابع زمني دقيقة بدقيقة، وهو القرص الذي احتوى على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث كاملة، وقد سلمه رئيس جمعية رابعة العدوية للنيابة العامة وأقرت النيابة باستلامها للقرص سليما. التحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب 800 جيجا بايت باعتبارها جريمة لطمس الأدلة للتغطية على مرتكب الجريمة محل التحقيق، فلم تستجب المحكمة. مخاطبة كل من هيئة الأمن القومي، المخابرات، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بشأن النسخ المماثلة لديهم لهذا القرص الصلب، والذي سلمها إليهم عقب الأحداث مباشرة رئيس جمعية رابعة وفقا لما جاء في شهادته كذلك، ولم تستجب المحكمة. نؤكد تمسكنا بما سجلته كاميرات المراقبة، لأن ما عرضته النيابة العامة من مشاهد مصورة عن الفض هي مشاهد انتقائية منقولة عن قنوات تلفزيونية بعد معالجتها وإدخال مونتاج عليها. ضرورة ضم كافة تقارير الصفة التشريحية للقتلى الذين تم تشريحهم بمعرفة الطب الشرعي وعددهم 357 جثة وفق ما جاء في شهادة مدير الطب الشرعي. أما أن يتم تقديم تقارير الطب الشرعي لعدد 7 جثث جنود وضباط الشرطة وإغفال باقي التقارير وأهميتها في تصوير وقائع أحداث الفض رغم اتحاد الزمان والمكان والأحداث، مما يخل بمعايير الحيادية وتحري الحقيقة الكاملة للأحداث. ضرورة إعادة سماع ومناقشة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، ضابط الأمن الوطني، ضابط المخابرات العامة، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود مع مخالفة ذلك لقانون الإجراءات الجنائية الذي يجيز عقد جلسات سرية دون حضور الإعلام والجمهور، لكنها في حضور المتهمين المقصودين بالشهادة. على هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول السيد خلف بيومي المحامي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان. سيد خلف، أرحب بك معنا وأرجو أن أستمع إلى تعليقك حول هذه الشهادة التي سربت من داخل السجون فيما يخص واقعة أو قضية فض اعتصام رابعة العدوية. تفضل. حضرتك يعني ما ورد إلينا يعني مطالب المقبوض عليهم في هذه القضية كلها مطالب مشروعة لا يوجد فيها تعسف على الإطلاق، بل هي يعني حقوق طبيعية حتى يطمئن كل متهم للمحاكمة، وأن هناك ضمانات تتعلق بالمحاكمات العادلة يطمئن كل متهم لتوافرها. لا أعلم كيف تسير المحاكمة في ظل غياب أو عدم استجابة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد إلى كافة الطلبات الطبيعية. هذا أمور تخل بالمحاكمة إذا كانت يعني المحكمة لم تلتفت إلى وقائع إتلاف السجين الرئيسي في هذه القضية، كما كانت هذه الوقائع صورة طبق الأصل من إتلاف السجين الخاص بوقائع التحرير في 25 يناير
وكأنها جهة واحدة التي قامت بالإتلاف. ثم بعد ذلك يعني أن يتم سماع شهود الإثبات الرئيسيين في هذه القضية في غيبة المتهمين، فأمر أيضا غير طبيعي. ثم بعد ذلك القضية الأساسية حضرتك هي قضية اعتبار أن هذه القضية لها جاني واحد، وهذا أمر غير طبيعي. هذه القضية بها عدد كبير من القتلى، يعني من تيار معين، وبها عدد من القتلى من الشرطة. من غير الطبيعي أن يتم السياق وراء رواية واحدة هي رواية وزارة الداخلية، وتتغافل النيابة وتترك النيابة كافة الأمور الأخرى وكافة الشهادات الأخرى وكافة المطالبات الأخرى في التحقيق في الواقع كلها. هذه قضية تعتبر يعني هي قضية الاتحادية أهم من القضايا الفترة التي نحياها، إذا كان يعني هذه قضايا رئيسية فالاتحادية وقضية رابعة تأسيسا. لذلك أرى أن القضية يغلب عليها الجانب السياسي أكثر من الجانب القانوني، وللأسف نحن يعني دائما نرفض المحاكمة أمام دوائر الإرهاب لأنها دوائر استثنائية، دوائر تسير وفق يعني رؤى معينة تحاول أن تحقق غاية معينة، وهذا ما يفقد هذه المحاكمات ضمانات المحاكمات العادلة. أشكرك شكرا جزيلا. سيد خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف من أسطنبول. وعودة إلى واشنطن مرة أخرى دكتور عبد الموجود الددي، دعنا نحاول أن نلخص كل هذا المشهد. دكتور، يبدو أن ما زال هناك أصوات تجعل أو تعيد شيطنة الإخوان، أنهم المشكلة الأكبر هي جماعة الإخوان المسلمين، حتى عبد المنعم الفتوح جزء من جماعة الإخوان المسلمين. إلى متى سيظل يعني كما قال أحد ضيوفي من قبل أن الإخوان هم الحيطة الميلة اللي هيترمي عليهم كل حاجة؟ يعني هو جزء من مخطط الدولة كما قال قائد الانقلاب بما يعرف بالفوبيا، هو يريد أن يخيف الجميع. أي إنسان ينتقد الدولة يخيفه، وأكبر شيء يخوف به هو الأخوان. أو الكلام اللي قاله الأستاذ محمود كلام مهم قوي، وهو أن إيه من حقه عبد المنعم يتكلم؟ هذه هي عقلية النظام. النظام لا يريد أن يتكلم أحد من أبناء مصر ضد النظام الحاكم الآن، وهذه هي المشكلة الكبرى. هذه المشكلة، الانقلاب أتى ليدمر أكبر قيمة من قيم ثورة 25 يناير وهي قيمة الديمقراطية المدنية. فالنظام مع حرب فاجرة ضد من ينادي بالديمقراطية السلمية المدنية. لذلك هذا الإجرام سيستمر إلى فترة كبيرة حتى تعي قوى الثورة أن هذا الإجرام. وأنا أطالب هنا القوى المدنية أن تتعلم الدرس الآن، ولا تتعامل مع هذا النظام كأنه نظام شرعي ونظام يطبق القانون. هذا لا يوجد قانون في مصر، هذا النظام لا يطبق أي قانون. ولذلك هذه القوى المدنية والإسلامية والليبرالية واليسارية عليهم أن يلتقوا جميعا ليأتوا بمشروع بديل لهذا النظام. لأن النظام هذا عندما يستمر أستاذ أحمد، الفساد السياسي في أي مكان يؤدي إلى فساد اقتصادي وفساد اجتماعي، فسيؤدي إلى معاناة، والشعب سيتحرك عندما تزداد المعاناة. لكن التحرك يجب أن يكون بناء على مشروع جديد يستطيع يطبق قيم 25 يناير اللي هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرم الإنساني. إذا استطعنا جميعا قوى سياسية أن نصل لإيجاد هذا البديل وطرحه على الشعب، استطعنا أن نقدم أفضل بديل لمصر. مصر تعاني معاناة شديدة، مصر في أزمة، مصر في نفق خطير، ويجب جميعا أن نتعاون حتى نخرج مصر من هذا النفق المظلم. الدكتور عبد الموجود الدديري القيادي بحزب الحرية والعدالة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم، بعد الفاصل نواصل المسائية وفيها نتابع قراءة لأهم ما جاء في الصحافة العالمية والإسرائيلية بشأن صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر. ابقوا معنا.